أخبار اليوم. نسقنا مع وزارة البترول لأنه زي ما قلت قبل كده إنه محطات إنتاج كهرباء بدون وقود ما بتعملش حاجة، فالوزارة البترول دور كبير جدا في توفير كل احتياجاتنا سواء كان من الغاز الطبيعي أو من الشركات البترولية إحنا برضو بنستعد للعام القادم الحمد لله، وفي بعض من الإمدادات الإضافية اللي كان من ضمن الاستراف 800 بس ما كانتش موجودة في وقت الذروة العام الماضي هتكون داخلة وتساعد في الموقع بتاع كهرباء إن شاء الله خلال الصف القادم. ده بالإضافة أيضا إحنا ماشيين في المركز دول كده لأنه زي ما حضرتك عارفة إحنا اتفقنا مع سيمنز على 14,000 ميجا، وفي شغل جد دلوقتي في المحطات المختلفة اللي هي محطة بولوس أو سويف أو محطة العاصمة الإدارية الجديدة، وخلال على نهاية إن شاء الله متقسم على شهر مايو 2018 المفروض ال 14,000 يدخلوا 400، فدول محتاجين في تفريغ للقدرات بتاعتهم على الشبكة، فاحنا ماشيين برضو بسرعة شديدة جدا في الشبكة، واتفقنا مع أحد الشركات على إنشاء خط طوله أو مجموعة خطوط طولها 1210 كيلومتر من جهد 500 كيلو فولت، ده بالإضافة إلى جهود أخرى اللي وصلت 2026. نفس المنطق احنا بندخل محطات محولات جديدة عشان نقوي شبكات النقل، شبكات النقل عبارة عن خطوط وعبارة عن محطات ومراكز تحكم. يعني عملنا اتفاقية مع سيمنز بندخل 6 محطات 500 كيلو فولت، أيضا بنكبر قدرات بعض المحولات اللي في المحطات القائمة حاليا عشان تقدر تواكب الأحمال الناقلة والغذائية اللي احنا محتاجينها. كل الكلام ده بيتم فنما على أساس إن تنقلي القطاع من وضع كان وضع حرج إلى وضع أكثر استقرارا، وإن شاء الله إحنا ماشيين في الدور بحيث إن نصل إلى منظومة للكهرباء سواء كان إنتاج أو نقل وتوزيع على أعرض المملكة. وماذا عن المجال النووي؟ لازم تروح المجال النووي نفس الكلام، إحنا حاليا بيسبب لنا بالإنهاء مع الجانب الروسي التوقيع المعقد لإنشاء محطة مكونة من 4 مفاعلات، المفاعل 1200 أول مفاعل أو أول 2 مفاعلين المفروض إن شاء الله في السنة 9 من بعد توقيع التعاقد الوثائق يدخلوا، وبعدين بعد كده 10 وال11 أو في أول 10 وفي نهاية 10 المفاعلين التانيين. الأمور ماشية بجدية شديدة، وبالعكس إحنا حتى سمحنا جبنا فلوس اللي إحنا تعاقدنا معاهم ونزلوا الموقع وابتدوا ياخدوا قياسات في الموقع عشان تساعدهم في عملية تصميم المحطة، فالأمور ماشية كما يجب أن تكون. وأخيراً مشروع غطى مصر السعودي. مشروع المطر للمصر السعودي هو أيضا حضرتك عارف مقدر له أنه يدخل في الخدمة إن شاء الله سنة 2018 في نهاية 2018، أنا بنحاول نسرع أكثر من كده، في اجتماعات مستمرة ما بين الجانب الخبراء من الجانبين، في بعض المناقصات اقترحت لأنه هذا عبارة عن خطوط نقل وفي خط بحري جزء منه بحري وفي جزء منه فوق الأرض، وفي أيضا محطات اسمها انفرترز يعني محطات تقويم التيار، كل الكلام ده مطروح واخد دوره ماشي ان شاء الله في الخطه طبقا لما هو مقدر، وان شاء الله يدخل في الخدمه كما هو مقدر. حجم الاستثمارات يا فندم، حجم الاستثمارات اللي دخلت في 2015 في مجال الطاقه، بس احنا مش عايزين ندخل. احنا يا فندم شوف ادي احنا قلنا ايه بالنسبه للانتاج كان حوالي 20، وانا كتبتها على السبوره هنا كان 20 مليار جنيه، كان بالاضافه الى 2.7 مليار دولار بالاضافه الى جزء خاص بشبكات النقل يمكن دخلت في حوالي 7 مليار جنيه مصري، في مبلغ كبير قوي من الفلوس تم يعني التعاقد على مشروعات لدخلها في الشبكه. تمام، بالنسبه للربط احنا اتكلمنا عن السعوديه، لا الربط العربي عموما مصر بالدول العربيه كلها. هو طبعا احنا عندنا ربط ما بين دولتين حاليا، ما بين الاردن وبين وليبيا. الأردن في خط يمكن يسمح بالتعامل لغاية حوالي 450 ميجا، احنا يعني بنأمل ان احنا نكبر قدرات التعامل مع هذا الخط، يعني انا اتمنى نوصل 2000 ميجا، وانا كنت في زيارة للأردن من عدة اشهر ايام ما كنت مع رئيس الوزراء ابراهيم احلم، وكنا بنتكلم احنا الطرفين على اساس ان احنا نقوي خط الربط بيننا لان تبقى وسيلة ايضا لتغذيات الدول الاخرى غير مجرد الأردن فقط. ايضا طبعا مع ليبيا احنا عندنا خط ربط موجود، ولكن احنا مخططين ان الساحل الشمالي كله كمان احنا هنمرر فيه خطوط 500 كيلو فولت مش مجرد 220 كيلو فولت، ده يساعدنا ايضا على ان في المستقبل نقدر نربط على قدرات اكتر. يمكن اكتر امر ماشي في الوقت الحالي الجديه هو الربط مع السعوديه اللي يقدر يتعامل مع 3000 ميجا، لكن انا من المؤمنين جدا بالربط
على الدول العربية سواء كان في الكهرباء أو في الطاقة إن جنرال يعني على العموم، وخاصة كمان أيضا خطوط أنابيب لنقل الغاز ما بين الدول العربية وبعضها.